الثاني من سؤال أو السؤال الثاني للأخ ياسين، حديث من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة أو حسب الروايات لم يصبه سحر ولا سم أو كما قال الحديث هو الأصح. نصه في السحر وليس في السم، ولكن بعض الناس يسخرون من حديث النبي، يقول لك طب انا لو كلت، وفي روايه فيها سم، لو انا كلت هذا الحل. يا اخي الكريم، مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يجعل للانسان انجاز التعبير وقايه، يعني بالمعنى البسيط بلغه العصر الحديث المضاد الحيوي، الانتبيوتيك كما يقولون عنه بلغه الانجليزيه. فهذا الرجل عندما ياخذ هذا المضاد، سبحان الله، قد ياخذه ولا ينجح معه ويزداد المرض، فيذهب للطبيب مره اخرى فيغير له بنوع اقوى، ويكون المرض قد اشتد عليه. أفي هذا عيب في هذا المضاد او في غيره؟ اطلاقا. لكن الناس يفهمون الحديث خطا، وما اكثر الذين يتطاولون على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.